أكيد يا سلمى وصل لمساحتنا الثانية. أكيد زينب، ونحن موجودين بحلب كل عام لازم نلمس تحسن وقطاعات متعددة، ولكن دائما عيون الناس كل وقت بتيجي على حلب بيكون على المدينة القديمة صحيح. اللي هي كانت مستهدفة. ونحن حقيقة لما بنحكي الانتصار بنحكي عن منطقة حلب القديمة اللي هي كانت تحريرها بهذا الوقت. مع هي العودة بنحكي عن عودة الحياة بالأسواق القديمة، أعمال الترميم اللي اعتبرت من أهم المهام الصعبة، وكانت الهدف الأساسي للحفاظ على هوية المدينة القديمة وهوية حلب التراثية والآثار المادية التي لم يتركها أبناء حلب ومؤسساتها ومعهم الأمانة السورية للتنمية خطوة بخطوة. أكيد يا سلمى، يمكن مشاريع كبيرة حملتها الأمانة السورية للتنمية على عاتقها مع أبناء المدينة، المنظمات، الجهات الشريكة، أهل الاختصاص والخبرة أيضا. وقبل كل كمان هدول في مع محافظة حلب بالأجهزة والمؤسسات المعنية. اليوم بدنا نحكي بشكل أوسع عن أعمال الترميم وأيضا أهم المشاريع بهالقطاعات. طبعا معنا الأستاذة بشار سكيف مدير برنامج الاستجابة القانونية الأولية بمحافظة حلب من الأمانة السورية للتنمية، والأستاذة ذكرى الحجار عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب عن قطاع الثقافة والسياحة والأشغال العامة والآثار، والأستاذ أحمد أشهابي مدير المدينة القديمة. يسعد صباحكم، صباحكم نصر وكل عام وانتم بخير. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. رح نبلش معك استاذ بشار، مثل ما ذكرنا بالمقدمه الحفاظ على التراث المادي لحلب القديمه وايضا التراث اللامادي هو كان من المهام الاساسيه والهدف الاساسي لعمل الامانه السوريه للتنميه مع اهالي حلب والمنظمات وايضا محافظه حلب. خلينا نحكي اليوم الهدف الاساسي اللي اشتغلت عليه الامانه السوريه للتنميه من اجل الحفاظ على تراث حلب المادي. أول شيء أهلا وسهلا فيكم، أهلا وسهلا فيكم بحلب وخاصة حلب القديمة أمام قلعة حلب اللي نحن دائما مستمد منها القوة والصمود. هاي المنطقة اللي معروفة بالأصالة، معروفة بالعراقة. أول شيء بالنسبة لنا كأمانة سورية للتنمية، نحن طبعا دائما عملنا عبر مجموعة ركائز، منها ركيزة حماية الهوية الثقافية السورية. هاي الهوية الثقافية طبعا على شقين، هي شق مادي هو التراث المادي والتراث اللامادي. التراث المادي هو اللي عم ينعكس بأسواق حلب القديمة اللي بلشنا بترميم خمس أسواق، ثلاثة انتهينا منهم، هن سوق السقاطية وسوق ساحة الفستق وسوق خال الحرير، وتم افتتاحهم مؤخرا بالشهر الثامن، وهلأ عم ينشغل على سوق الأحمدية وسوق الحبيل، والأستاذ أحمد هلأ بدي يشرح لنا طبعا بالتفصيل أكثر اختصاصه أكيد. بالنسبة لنا الهوية الثقافية كمان في عنا التراث اللامادي اللي هي الحفاظ على العادات والتقاليد، الروابط، التاريخ طبعا اللي معروفة في هاي المناطق، مناطق حلب القديمة. آخرا طبعا ومؤخرا القدود الحلبية أكيد اللي تماما سجلت على قائمة التراث العالمي اليونسكو، وإن شاء الله يا رب هي طبعا مسؤولية بناخذها على عاتقنا كأمانة سورية للتنمية، ومسؤولية بناخذها على عاتقنا نحن هاي الأجيال للحفاظ على هذا التراث. نعم، وخاصة يمكن القدود الحلبية طلع ترند أنه هي نحو العالمية، فهذا الشيء كتير مهم بدل على تراث حلب تماماً العريقة. تماماً. نروح لعند الأستاذة ذكرى وكمان نسألك عن أعمال الترميم وخاصة للأسواق. أنتوا كمحافظة اليوم كمان قد ايه كان عليكم جهد ومسؤوليات؟ بداية أهلا وسهلا بالإخبارية يلي بتواكب دائما انتصارات حلب سابقا وحاليا انتصارات إذا سميناها الخدمية. صحيح. نحن الجيش الخدمي تابعنا أعمالنا بعد انتصارات جيشنا البطل. مثل ما ذكر أستاذ بشار، الأسواق اللي ترممت هن ثلاثة واللي نحن احتفلنا وعملنا، يعني حاليا انتوا اذا صورتوا الاسواق التجار يعني تجار والناس باول سنه ترميم، يعني المواطن الحلبي لسه عم يتخوف انه المدينه القديمه لسه مدمره، المدينه القديمه ما بلش العمل فيها المدينه القديمه، لكن بعد سوء النموذجي
سوق السقطية يلي أخذ أيضا جائزة الأكرم بالشارقة على مستوى عالمي أيضا لمؤسسة الأغاخان الثقافية، إضافة طبعا للأمانة السورية يلي هي بتواكب الناس والتجار وأصحاب المحلات. الثلاث سوا حاليا ساحة الفستق والسقطية وأيضا سوق الحرير يلي هو بتضمن 60 محل، هدول تقريبا حاليا يعني خلية نحل. صحيح نعم. الأسواق اللي هلأ نحن عم نحاول أو عم نشتغل عليهم سوق الأحمدية، كمان في نهاياته وفيه قيم معمارية رائعة، يعني إذا في وقت في المستقبل قناة الإخبارية أنه يصوروا القبة الرائعة اللي يمكن ما موجودة بكل المدينة القديمة، موجودة بسوق الأحمدية يلي ترممت بسواعد وطنية. نحن دائما بنعتز بمدينة حلب انه الايادي اللي عم تشتغل هي ايادي وخبرات وطنيه، يعني العامل الحلبي انا بحكيها دائما بسموه الحجار يلي هو على اسمي. صحيح. بسموه الحجار يلي هو عم ينقش على الحجر كانه عم ينقش على لوحه فنيه، هي عم تطلع على الحجر، هي من الاف السنين، هي مدينه حلب وحضارتها. سوق الاحمديه يعني بنهاياته، سوق الحبال كمان هو قسمين، قسم غربي حاليا عم يشتغلوا عليه وقسم شرقي. القادم من الايام نحن هذا اللي عم نحكي عنه، القادم من الايام ان شاء الله، يعني نحن كبنيه تحتيه، انا بحكي كمحافظه حلب كمجلس مدينه حلب، نعم. عم نشتغل على البنى التحتيه مسبقا قبل انه نبدا باي مشروع، نكون مجهزين البنى التحتيه من مياه وكهرباء واتصالات، بحيث اذا كان قطاع خاص او عام راد يرمم يكون البنى التحتيه جاهزه. جاهزه. يعني انا ما بدي انتقص كمان من اهالي مدينتي اللي بحبها، المواطنين أيضا ساهموا، في عنا سوق النسوان، في عنا سوق الحدادين، في عنا سوق الخابية أيضا لمنظمات أيضا اشتغلت فيه، في أسواق غير نحن عم نقول 5 أسواق بس أهالي مدينة حلب يعرفوا في أكثر من هيك. نحن 5 أسواق هي اللي حكى عنا أستاذ أحمد يلي هي اتفاقية شراكة بين الأمانة السورية ومؤسسة الأغا خان. نعم. طبعا نحن مدينة حلب ومحافظة حلب، طبعا كله بإشراف مديرية الآثار وهذا الأهم. أكيد. نعم. وهيك بدنا نسأل الأستاذ أحمد أكثر، لحتى بالبداية أول شيء يسعد صباحك أستاذ أحمد شهابي مدير المدينة القديمة، حضرتك مرافقنا بصباحنا غير وأيضا بتغطياتنا المختلفة من أول ما كنت مدير مدينة قديمة حتى الآن، وكل سنة بنحكي معك أكثر عن هذا التطور بسوق السقطية. كنت عم تقول أنا ابن حلب مبسوط اني انا ماشي بهذا السوق هو موجود، وقلت لي هلا عم يشتغلوا بخان الحرير، ان شاء الله قريبا بنشوفه. هلا شفنا خان الحرير وخان الشونه ايضا، خلينا نحكي عن هي الفتره من العمل والجيش اللي كنتوا عم تشتغلوا فيه مع كل المنظمات، سواء الامانه السوريه للتنميه، محافظه حلب، الناس اللي متواجده، المجتمع المحلي اللي كان ايضا موجود، كان في تجار نشوفهم بدهم ينزلوا، يلا بدنا نفتح السوق، بدنا نرجع نشتغل. تمام. اول شيء صباح النصر لكل سوري على ارض وطننا الكريم. طبعا بدايه الرحمه لشهداء الجيش العربي السوري وجرحى الجيش والقوى الرديفه اللي نحن بفضل دمائهم الطاهره قاعدين حاليا امام قلعه حلب الشامخه اللي بصمودها صمدوا اهل حلب. الأسواق نحن عملنا كمدينة قديمة انقسم لمنحيين، خلينا نقول أهمية الأسواق التقليدية اللي هي تعتبر أكبر مول تجاري بالعالم كأسواق مغطاة، تمتد على مساحة 16 هكتار، كان في توجه حكومي، دعم حكومي لحلب القديمة ومحافظة حلب للحفاظ على هوية هذه الأسواق كونها هي عصب حلب التجاري. طبعا الاعمال اللي عم بتتم بالاسواق اللي تم ذكرها تمت بموجب اتفاقيه او مذكره تفاهم موقعه بين المديريه العامه للاثار والمتاحف ومحافظه حلب ومجلس المدينه والامانه السوريه للتنميه ومؤسسه الاغا خان للخدمات الثقافيه. نعم. انطلقنا بالعمل مثل ما تفضلت مدام ذكرى، تاسيس البنى التحتيه، تاهيل الواجهات، خلينا نقول اعاده تاهيل ما دمروا الارهاب لطمس هذه الهوية التاريخية لحلب القديمة وعيد بناؤه كلها بكوادر وطنية. طبعا الأسواق أزيلت التشوهات التعديات عنها، وعيد تأهيل واجهاتها، إزالة الدرابيات المعدنية، تركيب الأبواب الخشبية بما ينسجم مع نظام ضابط البناء في حلب القديمة. طبعا مشكورة غرفة التجارة كذلك الأمر، بالتنسيق بين الأمانة السورية وغرفة التجارة تم التواصل مع أخوتنا التجار
لإعادة تفعيل محلاتهم، لإعادة النشاط التجاري لهذه الأسواق، إعادة نبض الحياة لهذه الأسواق. انطلقنا من السقطية، تلاها خان الحرير، ساحة الفستق. حاليا تم إنجاز 50% من السقف الخشبي لساحة الفستق. نعم. سوق الأحمدية نحن هلا جاوزنا 50%، إن شاء الله انتهاء الأعمال بالشهر الثالث من عام 2022. سوق الحبال بجزئه الغربي تمت المباشرة فيه بالأعمال. طبعا بالإضافة للأسواق الموجودة هي لنا ضمن الأسواق المغطاة، في عمل خدمي يقدم بأحياء حلب القديمة لإعادة، خلينا نقول إن كان شرايين واصلة بين أحياء حلب القديمة لإعادة النشاط التجاري إليها، أو المناطق السكنية لإعادة عودة أخوتنا المواطنين لمنازلهم. نعم، يعني كتير شيء مهم اللي عم نحكي، وخاصة أنه مثل ما قلنا ترميم الأسواق هو جزء من عمل كتير كبير ومهم للمدينة القديمة. خلينا نقول أستاذ بشار أيضا كان لكم ورشة للبحث بمعايير وطرق البحث للعمل الخاصة بالأسواق، وهذا الشيء كان مع شراكة مع جهات متعددة. اليوم أنتم كأمانة سورية للتنمية كتير عم نلاحظ في تشديد على التشاركية مع المجتمعات المحلية حتى تكرسوا هي الفكرة وهي المسؤولية، فخبرنا أيضا عن هي. تماما. هلأ أهمية عملنا، نحن دائما نستمده من التنسيق مع الجهات الحكومية ومع أكيد مؤسسات دولية، حتى مثل ما ذكروا الزملاء مؤسسة آغا خان الثقافية أكيد لها دور كتير مهم، أكيد غرفة تجارة حلب، كافة الجهات الحكومية مشان ما ننسى حدا، أكيد محافظة حلب ومجلس المدينة على رأسهم، هذول الجهات المشاركة تماما. تماما. هلا كان لازم انه نحن نعمل شيء على المستوى الحكومي وعلى المستوى الوطني اذا بدك، فلهيك تم اقامه ورشه عمل لمده 4 ايام بمدرسه سيف الدوله اللي تم ترميمها مؤخرا. هذا الشيء قدرنا نجمع كل شيء صناعيين، كل شيء خبراء قانونيين، كل شيء من أطياف المجتمع الحلبي لمناقشة مسودة الوثيقة اللي رح ننطلق على أساسها بترميم أسواق حلب القديمة. هلأ كان لازم أنه نحن نوصف الحالة الراهنة، وضع الأسواق من ناحية العمرانية، من ناحية الخدمية، فكان لازم أنه نحن نحدد الأولويات. هذا الشيء اللي تم بالخروج فيه كان من المخرجات انه هي مسودة الوثيقة اللي كان في توافق عليها، وهلأ ان شاء الله رح ينحط الاولويات للعمل بهي الاسواق. نعم. فضل اشراب اول شيء، لانه نحن صحيح بدنا نعتذر منكم انه بردناكم اليوم بصباحنا. يسلم ايديك عم ابو عبد الابضاي، شكرا لك، كل ما اجينا بغني لنا شيء. شكرا كثير لك، كلك ذوق. كمان هو من الاشخاص اللي مرتبطين، ما فينا نيجي طبعاً على القلعه ما نشوفه يعني الصبح. سلم هالايدين، ما فينا ندخل على الاسواق ما نشوفه معنا. شكرا لك، شكرا لك. يعني استاذ بشار كنت عم تحكي عن فكره كثير مهمه، وهون بدي اسالك، التراث المادي واللامادي مرتبطين ببعض، ومو هن فقط كانوا الهاجس للحفاظ عليهم ضمن عمل الامانه السوريه للتنميه، ولكن ايضا كان من ضمن عملكم الاهالي بشكل عام. اليوم انه نحن نرجع الاهالي، نرجعهم من اول وجديد لنشاطاتهم، لحياتهم الاجتماعيه، لهيك دخلنا بالتراث اللامادي والقيم والمعتقدات وكل هاي القصص هي موجودة ضمن النسيج المجتمعي لكل المحافظات ومن ضمنها محافظة حلب. وخلينا نحكي عن هي التفاصيل. تماما. أول شيء نحن عنا واحد من برامج الأمانة السورية للتنمية هو برنامج التراث الحي. طبعا برنامج التراث الحي والتنسيق مع كافة البرامج تم العمل بأسواق حلب القديمة. بالنسبة لموضوع التراث المادي والتراث اللامادي، طبعا هذا الشيء يمكن ممكن يحكوا عليه اختصاصيين أكثر، ما بدي أتجاوز. وعلى فكرة نحن كتير كانت شغلة مهمة، الإنجاز تم لأنه فعلا نحن تنسيقنا كتير عالي مع بعض، مع الجهات الحكومية ومع برامج الأمانة السورية للتنمية. دورنا المجتمعي كمؤسسة الأمانة السورية للتنمية تم بالأسواق، يعني تم عكسه بأسواق حلب القديمة
مع التجار أصحاب المحلات اللي فعلا شفنا منهم إرادة وشغف مو طبيعي إنه حابين يرجعوا، حابين يرجعوا حلب القديمة مثل ما كلياتنا حابين نرجعها. مثل ما قال الأستاذ أحمد، هي أكبر مول تجاري بالعالم. يمكن فعلا نحن اليوم كانوا عم يشتغلوا بطريقة كتير فيها حب، فيها إرادة. كنا نحن عم نتشارك أو حتى عم نشاركهم كل شيء طبعا، وعم بشاركونا كل شيء. كنا عم نحاول إنه نعرف شو طلباتهم، شو هي الدعم المطلوب، إن كان دعم اقتصادي ولا دعم قانوني، لحتى فعلا ترجع هاي الأسواق. تم تشكيل لجان من كل سوق، لأن كل سوق له خصوصيته، فكنا نراعي هذا الموضوع. وفعلا تطلع لجنة هي تمثل أصحاب المحلات، وبعدها نعرف شو هو المطلوب لحتى نحن كمان نقدم الدعم اللازم. نعم استاذ احمد، يعني بما انه عم يحكي الاستاذ بشار عن هي الشراكه بين الجهات لتمت العمليه، يعني وهيك فعلا كان في ترميم لاهم الاسواق بحلب، شو الفائده اللي لمستوها اليوم والعكست على الاسواق الحلبيه؟ يعني مؤخرا كان في بخان الشونه شيء كمان اقتصادي مهم كثير، الاسواق النشطه الثانيه في مثلا افكار ثانيه حتى تصير مثلا في اضاءه عليها بفعاليات معينه. اليوم قد ايه انعكس ايجاب ترميم يمكن الاسواق على اعاده الحياه والنشاطات الاقتصاديه لها؟ هي إعادة ما دمر الإرهاب هي رسالة لكل من أصر على طمس الهوية التاريخية لحلب القديمة بسواعد وطنية عم يتم إعادة التأهيل بالتشاركية، إن كان مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص أو مع المجتمع المحلي. عم تكون رسالة للخارج، ما دمر الإرهاب كسوريين قادرين إن شاء الله على إعادة أعماره. الامل اللي نحن باشرنا، قلت لك بالاسواق، سوق السقطيه انجاز التعبير هو قلب اسواق المدينه المغطاه اللي هي تقع على الطريق للأسواق. هي تقع على الطريق المستقيم اللي يمتد من سوق باب انطاكيه غربا وصولا لسوق الزاب المطل على قلعه حلب شرقا. حاز هذا السوق على جائزه اكروم. طبعا اعمال الترميم اللي عم بتتم بهذه الاسواق وفق معايير الترميم الدوليه، مراعاه ازاله التشوهات، الحفاظ على الهويه التاريخيه لاسواق حلب. هلا هي يعني عم تبعث الامل لدى الحلبيين والسوريين، وما في حدا عم نلاحظ انه استاذ احمد انه لما نفوت على السوق في ترميم ولكن محافظه على قيمه هذا السوق، يعني من الناحيه الحضاريه والتاريخيه، يعني بتحس فعلا انك رجعت على السوق لكنه مرمم بطريقه محافظين عليها ايضا. تماما. هي القصه، وحتى الاسواق اللي عم يتم ترميمها يعني صدقيني عم بتكون اجمل مما كانت عليه سابقا. صحيح. لانه عم نخلص من كل شيء تشوهات، كل شيء تجاوزات، كل شيء مخالفات بنيت بفتره زمنيه معينه عم يتم ازالته والحفاظ عليها. وهذا كمان بالتعاون يعني اليوم مع المحافظه، لما كنا نشوف عملكم بالاسواق كنا نسال اليوم اي سوق بيرجع بيتاهل من اول وجديد، اي حدا بده يرجع يفتح محل بنعرف انه قانونيا في شيء اسمه ترخيص، رخص، شو في مراقبه دائما بتكون للحفاظ على هويته وتراث المكان، ممنوع تستخدم مواد معينه لما بدك تاهل محلك من الداخل. لهيك حرصتوا انه انتم تعملوا الواجهات الخارجيه بنظام معين وتعطوا ملاحظات، خلينا نحكي عليها استاذه ذكرى. هذا شيء اكيد، كون حلب مسجله، حلب القديمه انا بقصد، مسجل على احدى التراث العالمي من عام 86، يعني اكثر من 37 سنه مدينتنا القديمه عالميا هي مسجله على احدى التراث. ف في شيء اسمه نظام ضابط البناء، في شيء اسمه قانون الآثار بسوريا، يعني نحن ليست حلب فقط وإنما سوريا هي متحف في الهواء الطلق، يعني الترميم دائما له أنظمة وله قوانين. لكن في الحرب الحالية حتى نظام ضابط البناء تم عليه بعض التعديلات وبموافقة طبعا من الوزارة، يتماشى مع ما حصل في الحرب. يعني الشيء التقليدي عم نحافظ عليه مثل ما قالت الأستاذة سلمى، أنه الواجهات والأسقف، الغمس، المقرنصات، القباب، هذا كله حافظنا عليه. لكن ممكن
مع الحداثة نضيف شيء، يعني أنتوا لاحظتوا سوق السقطية أو الأسواق، اتبعنا النظام الطاقة البديلة، يعني في شيء حديث بالحياة الحالية ممكن يدخل على التقليدي لكن بدون تشويه. نعم. صحيح. يعني أنا بدأ أسأل حالي، ذكرتوا المنتجين بخان الشونة، هذا شيء يتبع للسياحة، يعني نحن صحيح. السياحة والثقافة وكله بتبع بعضه، إيد وحدة وجهان لعملة واحدة، يعني نحن حضارتنا هي سبب نجاحنا في السياحة. نعم. خانات حلب حاليا كلها ممكن تصير فيها فعاليات، من سنتين صار في فعالية بخان الوزير، صار في فعالية لمجلس مدينة بخان الكتان، كتير حتى بافتتاح سوق الحرير كان عندنا للأمانة السورية مشكورين، كان في فعاليات ضمن الخانات تخت شرقي ومعارض يدوية، معارض صور، يعني نحن ممكن نستغل كل مبنى أو نستثمر، كلمة نستغل ما حلوة، نستثمر كل مبنى من أبنية المدينة القديمة عنا بحلب وبسوريا بشكل عام، ممكن صحيح. نستثمرها سياحيا اقتصاديا، تكون هي رافع اقتصادي لخزينة الدولة وتضل الناس عايشة، يعني نحن ما منقول مدينة حلب القلعة حواليها فقط مطاعم وفنادق، لا، نحن النسيج العمراني هذا اللي عم تدرسه. نعم. الأمانة السورية مشكورة بتعاونها مع الناس. نعم. حتى يرجعوا كنسيج متكامل ليس. نعم. فقط أسواق. نعم أكيد. من هالمنطلق بدي أسأل الأستاذة بشار أيضا عن الدور القانوني اللي أيضا أنتوا عم تدرسوه اليوم لإعادة وترميم الأسواق القديمة، تحكي لنا عنه. هلا اول شيء نحن واحد من برامج الامانه السوريه للتنميه هو برنامج الاستجابه القانونيه الاوليه، هذا البرنامج بيضم مجموعه من المحامين، حاليا هن 27 محامي بيقدموا مختلف الخدمات القانونيه، كان لازم ينعكس كمان هذا عمل هذا البرنامج على اسواق حلب القديمه، وفعلا نحن بلشنا بحل المشكلات القانونيه المتعلقه بالمحلات، ومن ثم طبعا استصدار الاوراق والوثائق الثبوتيه اللازمه لاعمال الترميم، دائما في معاملات ترميم. صحيح. طبعا نحن من خلال ورشه العمل اللي عملناها بسيف الدوله كان انطرح موضوع تبسيط الاجراءات والمساعده القانونيه قدر الامكان. نعم. طبعا هذا الشيء نحن نفذناه واشتغلنا عليه مع اصحاب المحلات، تم تقريبا تقديم 1700 خدمة خاصة بأسواق حلب القديمة، واستصدار تقريبا بما يتراوح 750 وثيقة عقارية أو سند ملكية، خولتهم طبعا لأصحاب المحلات لاستثمار عقاراتهم إن كان آجار أو بيع أو حتى ترميم. هذا دورنا كدعم قانوني إضافة للدعم الاقتصادي اللي خاص كان بكل سوق من الأسواق. أكيد. يعني اليوم نحن حاولنا نضيق زينب على أهم القطاعات حاليا، وهو قطاع إعادة تأهيل الأسواق القديمة والتراثية بحلب. بختام حديثنا معكم كلمة سريعة بتحبوا تقولوها طبعا بهذا اليوم اللي نحن عم نحيي فيه ذكرى انتصار حلب، تفضلي. أنا بدأ بارك لمدينة حلب ولسوريا دخول القدود الحلبية بلائحة التراث الإنساني إذا سميناه طبعا، وكل اللي عم نشوفه حاليا هو بفضل تضحيات جيشنا البطل والجرحى، نتمنى لهم الشفاء، نتمنى الخير لبلدنا الحبيب، وأنه كل شبر من سوريا يكون محرر، ونحن نكون ضيوف في محافظة حاليا غير محررة نكون فيها ضيوف معكم. أكيد. لحتى نشوف الانتصارات القادمة. أكيد. إن شاء الله أستاذ أحمد. بنرجع بنقول صباح النصر، إن شاء الله على العهد باقون، كما يعني تم النصر الجيش العربي السوري، إن شاء الله الجيش الخدمي على العهد باق لإعادة إعمار كل ما دمره الإرهاب. نعم. أستاذ بشار. هلأ بنرجع بنأكد أنه هي مسؤولية كأمانة سورية للتنمية، كجيل نحن هلأ أنه نحن نحمي هذا التراث، هي حضارتنا هي تراثنا، وإن شاء الله دائما بنأكد أنه يا رب بالنصر لحلب وسوريا، دائما منتصرين ومكملين بإذن الله. أكيد. أكيد. صباحكم نصر وأهلا وسهلا فيكم، نورتونا، وأكيد يمكن أحلى شيء بالحياة أنه كل التضحيات، ما أنه كان معنا جرحى قبل، زرعت أمل كملتوها أنتوا كجهات مشاركة، لما نشوف فعلا يمكن بعض الأسواق المدمرة كيف صارت،
بعد سنين. يعني اليوم نحن هي السنة تقريبا أسواق مهمة جدا رممت في حلب، وهي رح تبقى من الأسواق النشطة مستقبلا أيضا. إن شاء الله كل شيء بحلب بدل على تراثنا وحضارتنا وثقافتنا، لهن هن الكنز اللي نحن عم نقاتل مشانه. نضل هيك بهمتكم وبهمة كل حدا سوري بحب بلده وعم يشتغل له. فنحن بنقول لكم كل عام وانتم بخير، وشكرا لوجودكم معنا. انتم بألف خير. شكرا لكم وشكرا لحضوركم معنا.